الجمعة 16 تشرين أول 2020. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم. ضيفي في استوديو هو سعادة النائب جهاد الصمد. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب. يسعد صباحك وانت والجمهور الكريم. نحن أكثر. كنت عم بسألك شو بدنا نحط تيتر، قلت لي النائب المستقل. المهندس طبعا والمستقل أكيد. مستقل من ماذا وعن من؟ مستقل بأنه ماني منتمي لأي تجمع سياسي أو كتلة سياسية، بس بالسياسة معروف محلي وين، يعني عنواني بالسياسة معروف، بس لا أنتمي إلى أي تكتل سياسي. لكن تجربة فاشلة؟ لا، ما أنا يعني كانت تجربة بس فيها صح وفيها غلط، يعني فيها من كل شيء، ما في شيء كله صح وكله غلط، بس أنه هلأ لقيت أفضل أن يكون مستقل. الأفضل من أي ناحية؟ من ناحية قراري، من ناحية التزاماتي، من ناحية حركتي، من ناحية علاقتي بالناس، يعني متحرر من خارج الأكس الأساسي باستراتيجيا، ما عندي التباس، بس بالحركة السياسية عندي كيف هي التباينات ضمن اللقاء الواحد؟ أو عناوين مختلفة؟ اسمه من الأساس سألت هذا السؤال، اسمه كان لقاء تشاوري، إنه أنت كنت تقوله على طول، إنه اللقاء التشاوري ميزته إنه بنتشاور، اللي بنتفق عليه بنمشي فيه بيكون موقف للكل، وباقي ما بقى اللي كل واحد حر بس برأيه. ما قدرتوا تتفقوا على كتير أشياء، يعني النقاط المشتركة ما كانت كتيرة. لا، في أشياء كتير اتفقنا عليها في البداية وبعدين صار في ما، يعني ما بعرف، إنه أنا بالنسبة لي كنت واضح بالبداية وبالنهاية. أنا ما يعني ولا مرة كنت أحكي والتزم بشيء وغير غيري، يمكن ما قدر كمل، هي مشكلته مش مشكلتي. أدى إلى أن تكون بعيدا اليوم عن أعضاء اللقاء ولا لا؟ العلاقة لا جيدة؟ لا بالعكس، يعني ما عندي مشكل بالشخصي أبدا، يعني الوزير مراد، الوليد سكري، عدنان طرابلسي اللي بنتمنى له الله يشفيه سلامة قلبه، وهلأ حكيته الصبح وإن شاء الله أنه صار مرحلته أحسن إن شاء الله يعني. والوزير كرامة التقينا بعزة أحمد كرامة الله يرحمه، مع أنه ما عادي، بس صار في كتير نوع من تباينات. لا، أنا لما بقرر بأخذ قرار أني بشوف فين أريح لي، يعني عم فتش عن راحتي، ما عم فتش عن راحتي بالسياسة طبعا. ما أكون أني أنا قلت بمجلس النواب حديث شريف، يعني لا تكن أمع، أنا من أمع، أنا في ناس حطوا ثقتهم فيي وما بكون أمع. هناك من أراد أن تكون؟ ما حدا في حط محل أنا بدي، أو حاول على الأقل؟ ما حدا في، يعني أنا من شان هيك أنا إنسان حر ومستقل. ونحن دائما نعول على هذه الحريه اللي عندك. الامع هو ان احسن الناس احسنت وان اساء واسات، يعني شراب تخرج اللي بيرضى يكون شراب تخرج بيكون هو رضي، انا ما برضى لا اكون امع ولا اكون شراب تخرج. قديش هذا الواقع ينطبق اليوم على كثيرين في الداخل اللبناني؟ اكيد في كثير، لان الحياه السياسيه بالبلد قلناها وبنرجع بنقولها، واكبر دليل على هالشيء اللي صار هو اجتماع عصر صنوبر، يعني اختزلوا كل الطبقه السياسيه، كانوا قدام 9 هاو هن، يعني هذا يعني الاعتراض كان على الشكل ولا على المضمون؟ بالاختزال ولا بالطريقه التي حصلت؟ بانه عم تقولي لي انه في كثير امعه، عم اقول لك ايه مزبوط، لان اذا 128 نائب اختصروا ب9 او 8 وهن فعليا 6. طيب بس بواقع طائفي مذهبي معروف، يعني شو معناتها؟ هذا يؤكد كلامك وكلامي انه في كثير من الناس أمع، أنا ما بقبل كون أمع. عم تقول لأنه الحياة السياسية، في حياة سياسية اليوم بالبلد؟ أكيد في حياة سياسية، بس مشكلتك أنه يعني ما في، يعني سركيس نعوم اللي عطول بيستشهد فيه أنه قال كلمة من أكيد بنوجه له تحية، أنه ما في شعب لبناني، في شعوب لبنانية. أنا بقول لا، في قطعان، يعني أنا بدي أكون أوضح هالقد؟ يعني انت نائب عن القطعان اليوم؟ انا نائب، تمثل القطعان؟ انا نائب، ماني ملتزم بقطيع، انا رفضت القطيع. انا نائب متمرد على القطعان، ارفض ان يكون بالقطيع، لو بدي يكون بالقطيع شفتيني وين كنت بكون. بس انا عم وصف واقع انه هذا البلد السياسي فيه في قطيع سني وقطيع شيعي وقطيع درزي وقطيع ماروني وقطيع ارثوذكسي وقطيع كاثوليكي وقطيع قطعان، يعني رافض لهذا النظام اليوم. ما يعني ما فينا نعيش بدون نظام،
ما فينا نقول نرفض النظام. أنا مع تطوير النظام، لما ببطل النظام يؤدي الغاية منه، لما بيصير الدستور وجهة نظر، أنا مع التطوير، أنا ماني مع الإلغاء، أنا ضد أن أعيش بدون نظام. يعني تحت عنوان اتفاق الطائف اليوم النائب جهاد الصمد هو مع تطوير هذا النظام وليس الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي أو إلى نظام أو غير جديد. الطائف حتى قبل الطائف كان في دستور، حتى بالدستور اللي ما قبل الطائف اللي في أشياء يعني وثيقة الوفاق الوطني اللي صارت جزء ومقدمة الدستور، في أمور بالدستور اللبناني كمان يمكن بدها تعديل. يعني قصة الحصانات هيدي اللي انه الوزير اذا اخل بواجباته الوظيفية وانه اذا مد ايده على المال العام انه بيتحكم، ليش يا عم هيدي القانون العقوبات اللبناني، الشخص اذا كان منتخب او معين وتجرأ على المال العام يحاسب حسب قانون العقوبات اللبناني. هيدي القصة انه هيدا من شغلة ما بحثت بالطائف، بس هيدي من الامور اللي لازم تتوضح لمرة واحدة وأخيرة. وهيدا عليكم أنتم كنواب الدفع باتجاه كل ما حدا بيقرب أنه الوقت غير مناسب وما بدنا نعمل سابقة ونعدل دستور ما نعدل دستور، بس هيدي هي اللي خلت يعني اللي وصلت البلد لهون، أنه صار الدستور وجهة نظر، كل واحد بيقرأ الدستور يعني بقصة في كذا كذا، يعني الدستور بيحط لك الخطوط العريضة، كل المحطات المفصلية عم بتفرجينا أنه هناك إذا بدك وجهات نظر متباينة في قراءة هذا الدستور. مش هيك عم نقول أنه الدستور بطل دستور صار يعني كل واحد بيقرأ على كيفه، بس هذا صار يستلزم شو؟ مرحلة جديدة من التعاطي، أداء جديد في التعاطي، أم لا ذهاب إلى تفكير بالجلوس على طاولة من أجل عقد سياسي جديد؟ أي 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 يعني شيء دستور قانون في خلل معين ما عم يعطي النتيجة المرجوة منه، أنا مع تعديله مع تصحيحه مع تفسيره. حتى إذا بدك تفسر الدستور مين اللي فسر الدستور؟ ما في اليوم متخصصين بتفسير الدستور يعني قانونيين يعني دستوريين. المجلس الدستوري بيبت بخلاف بدستورية قانون بكذا أو بعدم بس ما في فسر دستور. إذا أنت هلأ بتطلب ما شو القصد من هيدا المادة، شو التفسير؟ لأن لما بيصير في عدة قراءات لمادة دستورية مين المرجعية عادة؟ مفترض مجلس النواب. أوكي. مجلس النواب ليفوت بأي تفسير دستوري بده أكثرية ثلثين، وأكثرية ثلثين بعتقد لتتوفر بدها كمان بدك معجزة في هذا الواقع القائم. بس سنسأل بس عن بس, بس بس الواجب الوطني والواجب كل واحد كان بمجلس النواب أو بيتعطى بالسياسة، لما في مصلحة الناس لازم الدستور وغير الدستور تتأمن الآليات لتعديله لمصلحة الناس. هناك من يأخذ بالاعتبار اليوم مصلحة الناس، سعادة النائب، اليوم نحن ب 16 تشرين 2020، يعني تفصيلنا سنة عن الذكرى الأولى إذا بدنا نقول انطلاقة 17 تشرين، للبعض يعتبر بأنه أدخلنا في تاريخ مفصلي فتح الباب على مرحلة جديدة في الداخل اللبناني. اليوم مين هي من هي الجهات اللي بينت إذا بدك أنه مصلحة الناس هي أولوية بالنسبة لها، وماذا حققنا خلال هذا العام؟ 17 تشرين كان مناسب أنه الناس اللي الأكثرية الشعب اللبناني الموجوع اتحرك وعبر ونزل وطلع اللي جواته. بس هلأ الوجع بعده نفسه، بس الناس يعني لقيت انه كمان الحراك اللي صار، الانتفاضة اللي صارت، انه ما قدرت غيرت شيء. يعني انه ليه برأيك؟ لان الامر الطوائف اقوى من 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 كل شيء يعني. وبعدين في ما بدي اتهم حدا يعني، بس لما بسمع انه خلال 10 سنين مصروف بلبنان 10 مليار دولار، يعني الجيش اللبناني بالعشر سنين يمكن جايين من العشرة مليار دولار مساعدات من أمريكا بحوالي مليار دولار، وين راح تسمع عم تحكي عن اللي قاله ديفيد هيل؟ ايه مش أنا عم بقوله يعني مصروف بلبنان، ولكن هو قال أنه كنا عم ندعم وين مصروفين الجيش اللبناني بالعشر سنين بيجي كل سنة الدعم يجي حسبيون بيطلع يمكن من العشرة مليار في مليار دولار، بس بال 2019 يعني بال 2019 عم بيقولوا 730 مليون دولار، وبال 2000 يعني انه بس بدنا نعرف وين عم تنصرف هالمصاري. طيب مين بيجيب على هذه الاسئله؟ ما بعرف. من هي المؤسسات اليوم المعنيه اذا بدك بالاجابه عن هذه الاسئله؟ لا بقبض ولا بدفع، انا لا بقبض ولا بدفع. بس نشوف ماذا يعني ان نصل الى مرحله النائب بيسال وما عنده الجواب، الوزير بيسال ما عنده الجواب، القوى السياسيه اليوم بتسال وما عندها اجوبه، بالوقت اللي الشعب اللبناني كمان بيسال واكيد ما عنده جواب. بعتقد الناس صارت تعرف مين اللي عم يحكي، مين اللي بيصدق القول،
ومين اللي ما بيصدق القول؟ يعني لما جهاد الصمد بيحكي بموضوع ميلي او بيحكي انه بيقول هي شغله بيعرفوا انه ما انا بدي احكي حال الناس اللي بتحكم علي، بس كمان غيري لما بيحكي عن مع الناس بيعرفوا اذا عم يصدق القول او ما عم يصدق القول. طب بس هيدا كله على الرغم من انه اليوم الناس صارت بتعرف مثل ما حضرتك عم بتقول، وهي بتعرف يعني تميز بين الخير والباطل اذا جاز التعبير، ولكن على الرغم من ذلك ما قدرت الناس اليوم تعمل هذه الثوره المطلوبه لي على الاقل تحقيق انجاز واحد خلال عام. بالعكس من 17 تشرين 2019 وصولا الى اليوم نحن رحنا الى يعني او دخلنا في نفق مجهول. ساعة النائب ايه بس ليش شو السبب؟ شرحت قبل اسئله يعني هون كمان شرحت قبل انه بس يعني دقي يعني بالقطيع دغري بصير الاصطفاف بيرجع كله. بس ما الكل اجمع انه ببدايه هذا التحرك او هذه الانتفاضه ما كان في انكسرت الاصطفافات، بس بعد فتره بعد الاداء يعني انه هلا الانتفاضه اللي ما قدرت عملت وحدت، يعني هلا بيقولوا لك الصراعات بيناتهم بين بعض اكثر من الصراعات بين امراء الطوائف، يعني اللي ما قدر عمل يعني ما في اللي ما قدر حدد اولويات. اذا ما في قياده يعني في الإرادة موجودة، بس إذا ما في إدارة هيدي أنا بوجه له تحية لصديقنا غازي العريضي. يعني هيك مناقش كتير أنا ويا فيه أنه الإرادة والإدارة، أنه في إرادة بدون إدارة ما بتوصل لمحل، والإدارة بدون إرادة كمان كمان يعني لمحل. الإرادة والإدارة هاو شغلتين ما فيك تفصليهم عن بعض، بس ينفصلوا عن بعض وما يكون في المدير والإداري والإرادة اللي عنده إرادة وحقيقي ويقدر يمزج بيناتهم ويطلع يدير هالموضوع محكوم بالفشل. يقول أنه شعب انتفض كان عنده الإرادة ولكن ما في إدارة. لم يمتلك هذه الإدارة، ما عنده إدارة، ونحن لو رحنا إلى تحسين أداء هذه الإدارة وعلى الأقل تنظيمها كنا أمام مشهد مختلف برأيك في ظل هذا الواقع الطائفي المذهبي المتحكم. ما فيك تفصل الإرادة والإدارة عن بعض. نحن سوء الإدارة من بعد الطائف لهلأ وصلنا لهم بعلم وبدراية يعني وعن سابق إصرار وتصميم وترصد. نحن الإدارة السيئة للوضع السياسي اللبناني وسياسة المحاصصة وتغييب الكفاءة وتغليب الولاء والتدخل بالقضاء خلى المواطن يفقد ثقته بهذه السلطة وبهذه الإدارة، وصار كل واحد شو فيه يهبش من هالدولة. برافو عليه وحلال عليه. الآدمي كان يقولوا عنه حرام، آدمي بمفهوم أنه حمار بعتذر عن واللي بيعرف يسرق ويضرب إيده على المال العام ويحاسس والله هذا شاطر. يعني يا شاطر الشطارة يعني في ثقافة فساد بالبلد 100%. يعني اليوم نحن نعاني أيضا من أزمة ثقافة فساد منتشرة كمان عند الناس بمطرح من المطار. ولما يعني المثل الصيني بيقول أنه السمكة بتخرب من رأسها أول ما بتخرب، لما الرأس بيخرب كله بده يلحق بعضه. يعني لما في أي إدارة إذا المدير عم يرتكب وعم يخالف قانون وعم يرتشي وكذا، الموظف الصغير شو بده يقول؟ يعني نحن عم نقول نحتاج إلى شو ورشة إصلاحية كبرى إذا صلح، لا تبدأ إذا صلح الرأس تصلح الرعية، مش من تحت من فوق. إذا صلح الرأس صلح الرعية. من يصلح الرأس اليوم؟ بدنا ناس تكون خرج، يعني أنه أنا أنت اليوم كيف بتروح إلى هدول الناس الخرج إذا يعني عندك وسيلتين؟ يا بتنزل على الشارع لتعمل ثورة تنقلب على كل هذا الواقع، أو بتروح على صندوق الثورة. الاقتراع بلبنان ما صار في ثورة، أو بتروح على صندوق الاقتراع آخر شيء وبتحدد أنت الاتجاه اللي بدك تروح على. هلأ اللي عم يعني بيطالبوا بقصة الانتخابات للشارع، إذا القصة نحن ببلد أنه مين عنده شارع أكثر فيه، يعني نزل في شوارع بالبلد رجعنا على لأنه شعوب في شوارع. يعني انه كمان ما فينا نقول انه اللي نزلوا على الشارع هن بيقرروا، في كمان في حدا مقابلهم اذا بيقدر بينزل شارع مقابله. بدنا نقعد نعد نحمل العداد ونصير نحط بالطبشوره واحد الطبشوره بيضة وطبشوره حمراء ونعد، هذا العد بيصير بالانتخابات. يعني كانه الاصلاح عصي بهذا البلد، واذا كل ما حدا فريق ما عجبته نتائج الانتخابات بينزل على الشارع وبيقول يلا اعملوا انتخابات، في انتظام معين بدنا نمشي فيه.
بس ما فينا ننكر انه ما في مشكله، ما فينا ننكر انه الشعب جيعان، ما فينا ننكر انه الناس موجوعه، ما فينا ننكر انه صار عندنا. يعني انا هلا قصه الكورونا انا كل شيء حطي لي على جنب، قصه الكورونا بكف واحد لا شيء مش طبيعي. في عندنا مستوى من اللا مسؤوليه ومن الجهل عند الناس. يعني صرنا عم نحكي بشكل يا اخوان، بالقبل كنت اقول لهم انه لتحمي ناسك اللي بتحبهم احمي حالك بتحمي ناسك، هلا عم اقول وصلت لمحل احمي حالك بس، لان فكر بحالك انه انت اذا انصبت بالكورونا وما في مستشفى يستقبلك بتموت بارضك. ما بقى عم بقول له احمي حالك بتحمي ناسك. طب ليه رفض كمان حالك. اليوم البعض رافض هذا المنطق من اساسه، البعض اليوم اذا بدك رافض انه الكورونا هو مرض قد يؤدي الى الموت. ست سوسن انا قلت بحديث سابق وبرجع بعيده، حديث القدس بيقول من بات امنا في سربه معافا في بدنه لديه قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الامن مفقود للاسف، الصحة الغذاء الغذاء دولار طار طار الله عليه وطارت اللقمة معه. الصحة الكورونا عايشتنا بقلق كبير، والأمن اللي شفنا خلال الشهر الماضي كمان. الفترة يعني عايشين إن شاء الله الله يديم هالنعمة إذا فينا نقول إنه إسا في نعمة الأمن. فقصة الكورونا يعني بحكي عن ضيعتي، بحكي عن منطقتي، بحكي عن شيء مش طبيعي مخيف المشهد. وبعدين نطلب من وزارة الداخلية عمي هايدي بلدة 20,000 نسمة سكروا لنا إياها، أعطونا 40-50 عنصر على المداخل إنه اللي قاعدين بالضيعة ممنوع المرور. أنت عم تطلب عزل المنطقة؟ طلبت إيه؟ حتى ولو لم تكن يعني إذا بدك الإصابات أو نسبة الإصابات لا لا ست سوسن ب 34 فحص بي سي آر طلع 25 إصابة. طب وليه بيوم واحد؟ وليه ما صار في تجاوب معكم؟ لحتى اضطرينا اخذنا البلديه اخذت قرار بالاقفال ورجعت وزاره الداخليه كان وصل لها معلومات غلط يمكن كمان بعدد المصابين رجعت عدلت القرار. بس انا بفهم انه رئيس القوات اللبنانيه بنحط له 100 عنصر لتامين حمايته وضيعه 20,000 نسمه او منطقه 200,000 نسمه ما بنحط لها 100 عنصر انه والله ليامنوا حياه الناس. ما عم بفهم انه اي معيار عم نمشي. يعني في معيار بالبلد لازم يكون فيه، لازم بس لازم يكون فيه لا بكل اسف في كثير اشياء لازم تكون في. يعني انا وزير الداخليه من الناس اللي بحترمها وبقدرها، بس معالي الوزير حكيته انه يا خيي انه ما معقول، بيقول لي ما عندي ما فينا نأمن ما في عديد ما فينا نأمن. هلا باوروبا كل المدن الكبيره بالليل عم منع تجول. طيب نحن اذا فلتت القصه هلا بدي تشوف الناس بيقولوا لي النموذج الايطالي او النموذج الاسباني واصلين له واصلين له. يا ناس يا هو خافوا الله، خافوا على حالكم يا عمي، ما حدا يفكر بغيره، فكروا بحالكم. صحيح. فكر بحالك. لا بقى ما بقى بدي اقول لك انه احمي غيرك بتحمي حالك بتحمي غيرك، احمي حالك. عم اقول لك احمي حالك. امبارح توفى واحد من هول ال 25 اللي قرايبي يعني والله يرحمه، مرته دخلناها عينيه بالليل واولاده اثنين دخلناهم بالمستشفيات. ونقول الحمد لله قدرتوا تدخلوا. هلا عم بتقلنا المستشفيات انه ما في عديد ما في محلات. وزير الصحه اللي بنوجه له تحيه كمان، هذا من الناس يعني اللي عم يعمل كل جهده بس الظروف عم تعاكسه وهو ما بيقدر لوحده. اخر شيء كمان خلينا نقول انه هيدا الموضوع يحتاج الى حكومه بكامله، الى تحرك يعني جماعي. بس لا في امكانيات. بلد منهوب منكوب ومنكوب هسه شو يعني الله يعينه. بس كمان انه عدم وجود حكومه يعني، وقصة اللي هلأ كمان المصارف والمصرف المركزي كل يوم بيطلع تعميم جديد بتعميم جديد انه خي بدك بس حفاظا على المودعين. قالوا حفاظا أي على المودعين. اخر همهم المودعين، اخر همهم المودعين. هو المصارف ما بيعرفوا الله، هذا حاكم المصرف المركزي هو وشركائه مش لوحده. ما بدنا نحمل المسؤولية لرياض سلامة انه هو وشركائه من السياسيين وغير السياسيين واصحاب المصارف هن اللي بيتحملوا المسؤولية. وهلأ بفوتنا بمتاهة مين مدين التاني. انتو الثلاث السلطة والمصرف المركزي والمصارف ما حدا عمل شغله كما يجب، كله خالف القانون وكله عمل الموبقات وعمل السبعة وزمتها. عاملين أرباح بلاوي ب 92 كانت المصارف مجموع أرباح عليها تجاوز 64 مليون دولار. بال 2018 حسب تقرير جمعية المصارف كان تراكم الأرباح من 92 لل 2017 22 مليار دولار.
وكل هيدا ورفضوا ان يكونوا شركاء اذا بدك حتى بتحمل مسؤوليه. قلت لهم باخر جلسه مجلس النواب انه بزمن الرخاء لما كنتوا عم تاخذوا فوائد 40% و20% و17% كنتوا مبسوطين، هلا بزمن الشده انتوا ما خصكم. شو كان الرد؟ الرد انه لا، هن حطوا قال الارباح تبعهم استثمروها ووسعوا وكبروا مدري شو، عمين عم تكذبوا. وصلنا إلى ما وصلنا إليه في ظل كل هذا الواقع اللي حضرتك عم تحكي عنه، ويطول يمكن الحديث في هذا الموضوع، فينا نضلنا نحكي كل هذا يعني خلال مدة هذا الحوار. بخضم هذه الأزمة ما هو منتظر مجهول، نحن اليوم كمواطنين ما عارفين بكرة شو ناطرنا في ظل واقع اقتصادي متردي، انهيار مالي. كمان حضرتك يعني أشرت لنقطة كتير مهمة فيما يتعلق بموضوع الأمن، كمان هيدا ملف يعني عليه أسئلة كثيرة مطروحة. كل هيدا ورحنا إلى تأجيل استشارات نيابية، كان من المنتظر أنه مبارح نحن نجري استشارات نيابية لا تكليف رئيس للحكومة. أول شيء يعني اليوم كيف تعلق على هذا التأجيل؟ قبل ما أرجع أسأل عن مبادرة رئيس سعد الحريري، المبادرة الفرنسية، ورأيك في كل ما هو حاصل. يعني أنا بالمطلق يعني بالبلد بده حكومة إنقاذ، لنتفق على أنه وضع البلد الإنقاذ مسؤولية الكل. المسؤولية اللي بده يحمل مسؤولية بده يطلع من الأمور الشخصية، يعني أنه أنا شو يعني بده يطلع من الأمور الشخصية؟ يعني أنا مثلا أنا وياكي مختلفين، بس في مصلحة عليا بتقتضي أنه أنا بدي أتعاطى معك، ما فيني أتجاهلك فيني أتجاهلك بوضع عادي بأمور بلد ماشي مستقر وماشي الأمور، ما فيني أتجاهل أنه والله في شخص مختلف أنا وياه بالشخصي أنه أنا ما بدي أتعاطى معه بالسياسة. يعني العلاقة بين الرئيس الحريري وبين الوزير جبران باسيل انه العلاقة كانوا سمن وعسل، اختلفوا عملوا تسوية جابت رئيس جمهورية ورئيس حكومة. ما انتم ما كنت عاجبتكم السمنة والعسل؟ انا من الناس اللي كنت عارض وبعدني الغلط وقايله علنا، انا وين يصيب بقول أصاب وين يخطئ بدي أقول أخطئ، هذا أنا دوري. طيب خلصت التسوية، خلصت السمن والعسل، بس صارت القصة شخصية. وقف البلد هلأ على هيدا الخلاف، اليوم خلاف شخصي هو الذي أدى إلى أكيد إلى تأجيل الاستشارات. أكيد النيابية. أكيد أنه هلأ أنه أنا هلأ بالرئيس الحريري يمكن بعدين بدي أحكي ملاحظة صغيرة، يعني أنه أنا شفت ثلاث خطابات خلال أسبوع، خطاب الرئيس الحريري، خطاب الوزير جبلاط، وخطاب الوزير باسيل. كل واحد شايف لبنان على طريقته. رجعنا على قصة هذا الواقع للأسف اللي عم نعيشه، هذا أنه كل واحد عم يحكي شارعه وعم يحكي ناس وعم يشد عصب الناس تبعه. هلأ نحن أوكي دلكن تنافسوا من هلأ ليوم القيامة، بس في بلد خلص انتهى، ما بقى يعني محاولة أنه الإنقاذ صار مش انه خيار، صار واجب. الانقاذ لم يعد خيار، صار واجب على الكل. فانه انتو هلا بمرحله انه بدكم تنقذوا، المفروض الكل يكونوا مشاركين بحكومه انقاذيه. اتفقتوا انه والله غير حزبيين، بس طلعوا من القصه الامور الشخصانيه. يعني طيب علقت الامور، يعني الرئيس الحريري الوزير جملات كان واضح، والرئيس الحريري كان واضح، صحيح، والوزير باسيل كان واضح، كلهم واضحين. عم نحكي كل واحد كان هو من وجهة نظره عم بيحكي. هلا بدي احكي كمان شغلة، طيب اتصلت بالوزير جملان وتجاوزت هذا الموضوع. الوضع الموجود بالبلد انه ما بيمشي الحال اذا اتصلت بالوزير باسيل. يعني عم تقول انه العقدة بدأت من عدم اليوم الاتصال، الطلاق اللي صار، خلينا نقول اوكي الطلاق اليوم، لانه رئيس سعد الحريري لم يتصل بالوزير جبران باسيل انه هون صار العقد. رجال ومرته بيطلقوا، بس في اولاد بيناتهم بيضلوا بده يتعاطوا مع بعض بالحد الادنى. طيب اوكي، بس ما كان كمان بيقدر اليوم الوزير باسيل في ظل هذا الواقع المتردي وهالقد اليوم في ازمات وما يعني في مجهول ينتظرنا، ما فيني انا انه يمرر انا بدي يكون عادل. انا الوزير باسيل بين خلاف بيني وبينه من يعني بالامور بالسياسه اكيد انا كل خلافاتي ان شاء الله بتكون بالشخصي مع كل الناس ان شاء الله بكون منيح، بس بالسياسه اختلف معه بكثير محلات وكثير محطات. بس انا في حد ادنى، في مصلحه بلد، في انقاذ بلد،
ليش انا ما في حدا يفهمني ليش انه والله بيقبل الرئيس الحريري يوقف على خاطر الوزير البلاط ويتصل معه اذا كانت القصه هالقد واقفه يتصل بالوزير. بس هو بعت الوفد, بعت وفد اللي بيمثله وفد تيار المستقبل وعمل اللقاء مع وفد من تكتل لبنان القوي وبرقاب كان النائب ابراهيم كنعان وصار في حوار حول هذا الموضوع. بس مع الوزير البلاط لا استقبل الوفد واتصل طيب معه. بس يعني كان بس استقبال ست سوسن الرئيس بري الله يطول عمره قال شايف الرئيس الحريري بس ما اجتمع بالوفد بكتلة التنمية والتحرير. لو الأمور ماشي كان فخامة الرئيس اكتفى باللقاء مع رئيس الحريري وخلصت. معناتها في شيء ما نراكب. ليه بدنا نكذب يعني عنه؟ شو رجعنا لمعادلة جبران ساعات؟ لا ما ضروري, ما ضروري. أنا ضد هذا المبدأ. أنا يعني اليوم تعطل البلد لأنه الرئيس سعد الحريري لم يتصل هيك بالوزير بسير. أنا ما عم أقول هيك, أنا ما عم أقول هيك. البد يضحي يوصل الرئيس الحريري والكتلة تبعته تلتقي بكل الناس حتى بالناس اللي هن كانوا يعني أقصد لقاء تجاوري حتى انه انت اللي ما كانوا معترفين فيهم. طيب انه يعني عمل خطوه بالاتجاه الصحيح انه حتى ما عم يستثني حدا. طيب ما عم تستثني حدا ومن تم مال تاني بدك تحكي مع الكل وما بدك تحكي مع الوزير بيسي. طيب ليه عم تحطها بهذا الاطار؟ ما هو يمكن يكون اعتبر انه انا اليوم لما بعتت الكتل الوفد تعولي على ميرنا شلوحي والتقيت وصار في هذا اللقاء اذا اكتفى بهذا الموضوع. كان هو بلش لقاءاته بلقاء في قصر بعبدا. يا فيكون مسؤول مسؤول يا اما منو انه يعمل انه مع هذا الطرف بدي اتعطى هيك ومع هذا الطرف. ومش عم بقول بوضع طبيعي, انا عم بقول بوضع بلد غير طبيعي. ما لأنه الوضع غير طبيعي كمان. ليه الطرف الثاني اليوم ما سهل هذه إذا بدك المبادرة وهذا هذه الخطوة وراح إلى تجاوز آخر شيء رايح على التكليف لأكثر ولا أقل وكان أعلن أصلاً الوزير بسيل إنه لن يسمي. أضيفي إلى إنه يعني الحكومة رئيس الحريري ما يعني أنا بالحكي اللي صار الوفد ما كان عم يحكي إنه يطلب دعم, ما عم يحكي عم يطلب إنه دعم ترشيح رئيس الحريري. قال أنا حكما مرشح لرئاسة الحكومة, أنا مرشح طبيعي قال, وبلا جميلة حدا. بس اليوم أنت لما بتكرس معادلة رئيس القوي بالبلد خليني هاي النظرية بكرة بقى وصلنا لاستحقاق رئاسة الجمهورية مين هو القوي عند المسيحية؟ بننطر لهم قتلوا بعض بالسياسة ما بعرف شو لنشوف مين القوي ليمشي السني والشيعي يمشوا مع القوي المسيحي. ليه ما الانتخابات لآخر شيء ما رحنا كمان لما كرسنا معادة انتخابات. هلأ عند السنة في من يملك أكثرية سنية اللي بتخوله يقول أنا المرشح حكما لرئاسة الحكومة وأنتوا يا سن يا شيعة ويا مسيحية بدكن تسموني يعني أنا الأقوى. فعلى بكرة برئاسة الجمهورية لما بينتهي العهد اليوم الرئيس ميشيل عون طلع وقال انه لانه انا رئيس القوي اجى هو رئيس جمهوري بس ما راحوا قتلوا بعض, راحوا الى صندوق الاقتراع عملت له اكبر كتلانية بمجلس النواب. ركبة التسوية ورجعوا اختلفوا فيها. هلا ما في قوي عند المسيحي بعد هلا الست سنين بدهم يخلصوا, بدك تروح على الانتخابات ساعتها هي بتقرر صندوق مين الاقتراع بتقول مين القوي. اجى الرئيس المستقيل حسان دياب اخذ اكثر معين يضل مشككين بميسائيته انه انت منك هاي النظريه سنة. هاي نظريه لبنان القوي والجمهوريه القويه والرئيس القوي هاي خربت البلد. هيدي هي اللي وصلت انه الاصطفافات القطيعيه اصطفافات القطعان هيدا الاداء ما حيطلعنا. طيب رحنا الى اذا بدك رحنا الى انه نروح على تجربه ثانيه بعيدا عن هذه المعادله واللي هي كانت مع رئيس حسان دياب لوين وصلنا, وحتى مع تكليف الرئيس مصطفى اديب لوين وصلنا. بين انه البلد ما بيمشي اذا ما كان رئيس الحكومه اخذ الغطاء اذا بدك والشرعيه شرعيه شارعه وشرعيه دار الافتاء. هيدا شرعية شارعه وشرعية دار الافتاء. هيدا الأداء عم نحكي نحن ما قبل الطائف وما بعد الطائف. هيدا القوانين الانتخابية والقضية التركيبات اللي صارت انه أنا ضد مفهوم انه الأقوى. أنا لما بيكون انه هلا لازم كل الشيعة يكونوا هون أو هون ما في شيعة مستقلين اوكي, وفي رئيس مجلس النواب اتفقوا عليه ومشوا ونشيت هاي النظرية على الكل. يعني النموذج اللي ركب عند الشيعة صار المسيحي والسني بده يلحق هيدا النموذج.
يمكن عند الشيعة ضبط، عند الشيعة في تفاهمات وفي متفاهمين أرضية مشتركة، متفاهمين يعني في فرق اليوم، متفاهمين على السراء وعلى الضراء. بس هذا النموذج عند المسيحي مركي وعند السني مركي، ما قدر يتفاهم. ها شو معناتها؟ انه ما معناتها انه اذا نموذج مشي عند ناس بدي عممه وما يوصل لي لمحل ياخذني على غير محلات. يعني القصة انه انا باخذ النموذج اذا بيزبط عندي بطبقه، بس انه عند السنة يعني عم تقول ماشيين غلط. التنوع اللي كان موجود عند السنة ما عاد موجود، التنوع اللي موجود عند المسيحي بعده موجود، بس ولكن حينتفوا بعض. طيب يعني انه هذا الاداء، يعني هلا الرئيس الحريري، يعني هلا بنفهم انه انت معترض على ان يرشح او ان يطلع رئيس اليوم سعد الحريري ويقول انه انا مرشح طبيعي ويقوم بهذه المبادرة. بدك تلحقي تسلسل التفكير اللي عم بحكي فيه. عم قول المبادرة انه طلع الوفد تيار المستقبل عم بيشوف الافريقا، ولم يطرح انه طلب دعم تسمية الرئيس الحريري بالاستشارة. طيب انت بالتجربة مع مصطفى أديب الرئيس المكلف واللي اعتذر، ونوجه له تحية إنسان آدمي، شو الخلاف كان هلا؟ شو الخلاف؟ نحن هلا بنحط هلا موضوع البيان الحكومي، بعتقد الكل متفق انه البيان الحكومي هي الفرنسية. الورقة اللي حكوا عنها بقصر صنوبر بنسبة 90% مثل ما قال الحاج محمد رعد بالاجتماع الشهير. اوكي. وصلوا على محل انه مين بده يسمي الوزراء؟ يعني واللي تبين اللي تبين ان كان من كلام الرئيس الحريري ومن كلام الوزير جنبلاط انه مين كان اللي عم بيألف الحكومه، صار معروف عند الناس. صار معروف عند الناس. قال سيد نصر الله بشكل واضح، وقال وليد جنبلاط لما قال انه اتصل الرئيس مئاتي وسمى له الوزير بالبفيعور وقال له حنجيب لكم فلان وزير تربيه. وقال الرئيس الحريري انه كان هو دوره عم ينصح انه ما يستفز، وانه القاضي سهيل عبود رئيس مجلس قضاء العالم من احلى ناس. يعني هل نحن وصلنا من محل ما وصلت العقدة عند مصطفى أديب الرئيس المعتذر مصطفى أديب اللي قدم اعتذاره، وصلنا لهذا المحل، مين بده يسمي الوزراء تبعه؟ هذا الشيء ما انحكى ولا مع حدا. حاسألك بعد الفاصل على أي أساس أصلا اليوم، يعني أو شو المعطى اللي استند عليه اليوم رئيس سعد الحريري ليغير موقفه؟ حتى هو كان رافض أن يترأس الحكومة، وكان إحساسه بالمسؤولية واضح. يمكن أنه في، وأنا يمكن وأي أنا حكومة يريد أنا من هالنقطة أنه الأكثر تمثيلا عند السنة واللي عنده الشرعية الأكثر تمثيلا هو الرئيس سعد الحريري، مظبوط. أوكي. وأحساسا منه بالمسؤولية يمكن قدم وقال أنا حكما وأنا مرشح طبيعي لرئيس الحكومة. بس هل هالتصرف وهال يعني المبادرة بدنا نفترض حسن النية اللي عملها كملها. طيب بعد الفاصل نواصل هذا الحوار، ابقوا معنا. نتابع السياسة اليوم وضيفي سعادة النائب المستقل جهاد الصمد. سعادة النائب، يعني المهندس جهاد الصمد، منا ناسين أبدا فيما يتعلق ب يعني موضوع تأجيل الاستشارات، وحضرتك كنت عم تحكي عن المبادرة اللي حطيتها بإطار مبادرة إنقاذ. يعني اليوم في نية إنقاذية عند رئيس سعد الحريري. أنا ماني شايف وضع البلد، ما بقى في حدا يفكر غير بالإنقاذ، والإنقاذ مسؤولية الجميع ولا يجب أن يستثني أحد. هيدي هلا حاليا هذا هو الوضع. طب ليه بهذا التوقيت كمان راح رئيس سعد الحريري الى هذه الخطوه الانقاذيه بالوقت اللي كمان يعني ما تغير شيء عمليا بالواقع؟ لانه نحن اليوم عم نعاني كبلد من ازمه اقتصاديه، من ازمه ماليه، من خشيه لانفجار اجتماعي مقبل. ليه في هذا التوقيت ذكر انه اليوم في انقاذ وقبل لا؟ ليه قبل اليوم ما قبل هو الواقع فرض حاله. ما بنحكي السياسات، سوء الإدارة اللي صار من بعد الطائف، والأداء اللي صار من بعد الطائف، المحاصصة اللي صارت من بعد الطائف، تقديم الولاء على الكفاءة، التدخل بالقضاء، هو وصلنا أنه صرنا بجهنم.
هلا صرنا وصلنا ولا بعد؟ صرنا بجهنم. هي جهنم ولا بعد في شيء اكثر؟ هلا في درجات يمكن باول يمكن في في الدرك الاسفل من النار، لسه ما وصلنا للدرك الاسفل يمكن. بس هو عن اي جهنم خبرنا فخامة الرئيس؟ يعني الدرك الاخير اكثر من انه لما الناس الان يعني انا هلا هي قصه التعليم اونلاين وما اونلاين، حد جن العالم بدون شيء اذا ما في كورونا، ازمه عالميه اذا ما في كورونا واذا ما في اقتصاد، ما بتكفي وحده قصه الاونلاين لتجنن الناس. يعني ستات البيوت والامهات الله يعينهم عن جد، الله يعينهم. يعني انا يعني عندي اربع اولاد، حد جن بطي يعني من ورا رجاله تحيه الله يخليك. فموضوع انه لا نحسد على اي شيء، لا بالأوضاع المعيشية الاجتماعية المادية، فتنا بثقافة غير. يعني الكورونا غيرت كل النظام العالمي، كورونا فوتتنا على محل. يعني طيب، الناس قاعدة معزولة عن بعضها. يعني طب كيف إذا كنا أمام أزمات متراكمة كلها مع بعضها؟ يعني هذا أكيد يؤكد على على الحاجة إلى حكومة إنقاذية يتحمل المسؤولية فيها الجميع. ما عم أقول أنا إنه يرجع السمن والعسل بين المختلفين اللي اتطلقوا، انه والله لا فينا نعمل. يا خيي ليه بتزعل اذا رجعوا؟ ما ابغض الحلال عند الله الطلاق. يا بس اذا ما رجعوا ما بضل خاربين البلد. يعني انه فيهم يكونوا مع بعض بدون ما تكون سمن وعسل، تكون المسؤوليه كيف بدنا ننقذ البلد. يعني كانك عم تقول اذا اتفقوا خاربين البلد، واذا رجعوا او اذا انفصلوا كمان عملوا اللي يرجعوا البلد. بس ما يضلوا مكملين بنفس السياسه اللي كانت ماشيه قبل. يعني في امكانيه للعوده؟ يعني بين المؤشرات بتقول انه قد نكون امام تسويه جديده او أنا حتى أطالب نوع من التقارب. انا اطالب الجميع انه يكون يتحمل المسؤوليه ويشارك الكل بحكومه انقاذ وطني، لان الواقع يفرض ذلك. ما عندنا طرف بقى نقول انه نحن بوضع طبيعي. بوضع طبيعي انا مع الاختلاف بالسياسه الى ابعد مدى، ونحتكم لصناديق. بس هلا ما حيضل في صناديق. حضرتك عم بتقول انه الاعتراض صار انه ليه رئيس سعد الحريري لم يتصل بالوزير جبران باسيل، هيدا اللي عرقه. لا ما عم بالوقت انا ما عم انا اللي عم اقوله انه اللي عامل مبادره بهالحجم واللي حاسس بالسخن ولاقى البلد انه يتطلب انقاذ من الجميع، يبادر ويتصل مع الجميع. انا ما عم اقول انه هلا هذا يبرر للوزير باسيل انه يعطل بس الانقاذ. هو بادر واتصل وبعت الوفد المستقبل وصار اللقاءات وعملها. هون فينا نعتبر انه هو عمل هيدي الخطوه المطلوبه. نحن ببلد ما في اسرار. نحن ببلد ما في اسرار. وصارت على لايف. يعني طب ما طلع فخامة الرئيس الوزير جنبلاط لايف حكي اللي بده يحكي. طب اعلن موقف واضح ورجع الرئيس الحريري كمان تصرف على الهواء. طب بس الوزير باسيل ما طلع لايف وقالنا انه لانه لم يتصل بي الرئيس سعد الحريري انا اليوم طلبت تاجيل استشارات. طلع بين رئاسه الجمهوريه قال تم تاجيل الاستشارات الى الخميس المقبل بناء على طلب بعض الكتل النيابيه لا اكثر ولا اقل. كيف لك هنا؟ انا يعني هاي تفصيل انه مين اللي اتصل الكتل النيابية ومين اللي متصل. مين هي الكتل النيابية؟ عرفتها؟ مين ما كان يكون غير الطاشناق لمبارح؟ يعني اللي هي جزء من كمان تكتل لبنان القوي. مين ما كان يكون مين ما اتصل، بس انه معناتها في مشكل. قلتلك انا اعطيت اشارة انه كان في، لو القصة ماشية والامور ماشية كان في يقول فخامة الرئيس انه ما في داعي يا دولة الرئيس الحريري انه تلتقي بكتلة لبنان القوي، بيكتفي باللقاء معي مثل ما عمل الرئيس بري. دولة الرئيس بري هل صار في لقاء؟ لا، هو اكتفى باللقاء اللي حصل بينه وبين رئيس الحريري. هل في حدا يفصل؟ هل في حدا يفصل بين انه فخامة الرئيس هو الرئيس الاعلى للبنان القوي وللتيار العوني؟ لا، هو رئيس كل لبنان اليوم. ودوله رئيس مجلس النواب هو رئيس مجلس نواب كل لبنان. اوكي، بس بما يعني بما يتعلق بموضوع حركه عمل شيء ثاني. فهيك كتله هلا انه صار رئيس جمهوريه بطل هو الرئيس المباشر، بس رئيس الجمهوريه هو الرئيس الاكبر. طبعا الحكي معه رئيس سعد الحريري. يعني لو ما في لو فيك هلا ما بدي احكي اكثر من هيك. طب حكي معه ليه بدي احكي مع رئيس التكتل طالما انه هو الرئيس الاعلى لهذا التكتل؟ انا بتمنى ينحكى فعليا شو اللي صار باللقاء بين الرئيس الحريري وبين فخامة الرئيس. طب يقال بانه بالاتصال اللي حصل عم بيقول له كان الاعتراض او التبرير انه هو سيؤجل هذه الاستشارات لانه ما في ميثاقيه فيما يتعلق باصوات المسيحيين لهذا التكتل.
التكليف، والرد كان من الرئيس سعد الحريري انه ليه هذا الموضوع لم ينطبق على الرئيس حسان دياب لما هو لم يحصل على الميثاقيه السنيه، وليه هلا تذكرته يعني بوقتها استندته الى اللقاء التشاوري بالوقت اللي انا هلا حاخذ 22 صوت مسيحي، يعني اعتمد على المردة على اكثر من كمان نواب مستقلين. اتودى رسائل يعني هلا عم بقول لك كل شيء مبين انه هلا علاقتي بسليمان فرنجي انا ما كل مره بدي احكي عنه، يعني انا وياه هذا موضوع مثل اسمي جهاد الصمد ما حيتغير، بس انه انت هلا من الرساله هاي انه لما ببلش اول لقاء من ابن شعيب طيب هلا بالبلد عن جد نحن يعني بظرف طبيعي لنلحق كل هذه التفاصيل. هذا العقل هذا العقل اللي عم يصير فيه، هاي المسؤولين بالبلد هيك عم تتفكر وهيك عم تتعاطى. لكن اي حكومه رايحين عليها اذا من هون مبلشين، مين قال انه اليوم الانقاذ هو بهذه الحكومه؟ اذا هاي العقليه هي للتسويق بمحل بتشوفي قمه المسؤوليه. انه لما بقول انا دلينا سنة الرئيس الحريري الثنائي الوطني الشيعي كمان كان لازم ياخد بعين الاعتبار ترتيب الزيارات، كان عم يترجى انه لا تستقيل وعم يترجى انه لا يرجع يقبل وعم كذا، وصل لمحل الزلمة قال انا المرشح الطبيعي اني لرئيسة الحكومة. هذا موقف كتير مهم وكتير مسؤول، وانه ويمنع علي ويخفف الاحتقان السني الشيعي اللي بمرحلة الافتراق بيعلى ومرحلة التقاطع او الالتقاء بيخف كتير، وهذا نحن كلنا مع هذا الطرح. بس انه اللي اخذ هالمسؤوليه يا اخي طلقت انت وجبران بيصير ليه قلنا حال، بس كانك عم بتبرر بمطرح من المطارح اذا بدك، او عم بتخفف من وطئه هذا الاعتراض، بمعنى انه اليوم لما بيطلع رئيس سعد الحريري ويبدا لقاءاته مع فخامه رئيس الجمهوريه، يعني بترتيب الاولويات هو راح الى على الطريق الصحيح ونزل عند الرئيس مجلس النواب رئيس بيكتفي ما تشوف. هلا كمان صرنا بدنا نلحق، صار في ترتيب اولويات للزيارات، اذا طلع الوفد عم نشعي قبل ما يطلع امير نشلوحي يعني كيف يعني انا عم بحكيك هذا اللي الواقع، انا ماني عم بحكي من عندي، هذا الواقع. طيب اذا بدنا نبلش بهيدي العقليه التناقض. اي حكومه تنتظرها يا ست سوسن؟ انت ما القطيع ما انتبهتي لي الصوره اللي حطيت لك اياها، انه قمه المسؤوليه باني انا عم قوم بهذه المبادره الكبرى، عم بادر وقول انا مستعد لتحمل كره النار. يا اخي حمل كره النار وحمل معها جمره، حمل معها بصه، حمل معها كيلو فحم تبعك كثير منيح. هذا فيما يتعلق بالرئيس الحريري، شو بتقول للوزير باسيل طالما انه اليوم بموقع مسؤول كمان، واذا هو اليوم النكد عليه ان يبادر؟ النكد السياسي والكيد السياسي ما بيوصل الا لمزيد من الانهيار ومزيد من جهنم الحمراء. اطلعوا من النكد السياسي والكيد السياسي للكل، مني وجر بس هي اطارها الان، مني وجر هيدا هو الاطار. في نكد سياسي يعني وفي كيد سياسي، يعني يوم ما يجي نكد سياسي لاكثر نكد وكيد سياسي وتصفيه حسابات. يا اخي البلد طار، البلد صرنا بالمجهول، صرنا بالعدم، صرنا بجهنم الحمراء، شو بدكم لسه اكثر من هيك؟ يا عم الناس معك خبر، ما بقى حدا بيعك علبة بنادول. ايه معي خبر، معك خبر انه ظرف البنادول النكسيوم، انا هيدا النكسيوم انه حماية للمعدة منو موجود، شو بدك اسا؟ يعني مش انه ادوية الانتيبيوتيك عم تحكي باشياء بديهية بأضعف الايمان. ابري هيدا اللي هلا صارت مشان مرضى الكورونا، من الوكيل ما عم بيجيبها، عم تنبيع بالسوق السوداء، هي حقي يمكن يا 800 ألف يا مليون ليرة، ريمدي سيفير 600 دولار نزل واحد وتوفى الله يرحمه، هيدا اللي جابوا له اياها امبارح توفى ب 600 دولار نزلوا على الشوف مع محل لقوها موجوده. طيب انه كيف هيدا شو عم نعمل؟ ما هيدا اللي عم نرجع بنروح، هيدا هو السؤال المطروح نحن اليوم، هيدا السؤال اللي عم نرجع على الكورونا. انا ما عندي هاجس هلا الا الكورونا، وكيف بدي انه الناس تاكل وتشرب وتضل حاسه انه في امان. انا بهمني هلا الامن والغذاء والصحه. طيب ما هيدا كله ما بيصير اذا ما رحت الى تشكيل حكومه، ما انت اليوم يتفضلوا يطلعوا من النكد السياسي، يطلعوا من الكاد السياسي، يطلعوا يتحملوا مسؤوليه وطنيه قدام الله قبل كل شيء وقدام الناس وقدام التاريخ. تطلع بين واضح، حكي حتى على تويتر الوزير باسيل انه من هلا للخميس الجاي لين يتغير شيء، يعني بمعنى انه مع احترامه لخطوه فخامه رئيس الجمهوريه، وكانه فخامه رئيس هو يعني قدم هذه الخطوه لحاله بدون يعني تشاور مع الكتل. لا اكيد انا ما يعني لو فخامه الرئيس ما انه مقتنع انه بضروره التاجيل، ما حدا فيه يجبره ياجل. اوكي، بس شو السبب المقنع اللي هالقد قوي اللي خلى رئيس الجمهوريه اليوم يروح الى هذا التاجيل؟ يمكن احد الاسباب انه ما انحكى
شو كيف بدك تشكل الحكومه؟ هل في حدا من اللي التقاهم الوفد المستقبل؟ هل حكي مع حدا كيف بده يشكل الحكومه؟ لكن هو صار بعقده مختلفه من عند فخامه الرئيس لعند دوله الرئيس بري لعند كل الكتل اللي شافها وكل الناس المستقلين اللي حكوا معهم. هل انحكى بقصة كيف سيتم تشكيل الحكومه؟ يعني من سيسمي الوزراء؟ هيدي النقطه المفصليه اللي خلت الرئيس مصطفى اديب يعتذر. هل انحكى بهالنقطه؟ من سيسمي الوزراء؟ لكن عم بتقول صورت العقده على انه لم صار هذا التواصل بين الرئيس سعد الحريري والوزير باسيل، ولكن العقده هي في مكان اخر، هي في أحد شكل الحكومه ومن سيسمي الوزراء. خلينا نكون اوضح لك، ما عم نقول البيان الوزاري جاهز والشخص صار جاهز. وكمان الرئيس سعد الحريري كان واضح قبل طلع قبل ما يقول انا المرشح الطبيعي، ما كان في حدا طلع وقال وفق اي وعنده الشرعيه، وعنده الشرعيه اللي كانت تشككت فيها بايام الرئيس المستقيل حسان دياب انه انت لا تمثل عند السنه، عنده الشرعيه السنيه. شو بقي البيان الوزاري جاهز اوكي والشخص جاهز، بقي كيف بدك تتشكل الحكومه بما يتعلق بعقد. كان مع السنه فهمنا انت، وكان مع الشيعة وكان مع المسيحي، ما حكى فيهم هول القصص. يعني بناخذ تكليف وبنرجع لنفس المشكله اللي صارت مع الرئيس مصطفى اديب. طيب بس هون كمان كان بدنا حدا يجيبنا عليها. بس هو واضح كان بإطلالته الإعلامية لما طلع وعمل المبادرة تاعيته او اعلن نفسه المرشح، قال انا رجاي اعمل وفق المبادرة الفرنسية، حكومة مستقلين. يعني قال انه انا لا بدي انتوا يا احزاب سياسية شيلوا ايدكم من هذه الحكومة، اعطوني مهلة 6 اشهر. مين بده يسمي؟ مين بده يسمي؟ هيدا العقد الاساسي اللي هي خلت الرئيس المستقيل معتذر، مش المستقيل، في رئيس معتذر ورئيس مكلف ورئيس مستقيل ورئيس حقيقي، في اربع انواع رؤساء. مين الرئيس الحقيقي؟ ورئيس اسبق. طيب في عندك كثير صفات، وفي محفل، وفي شو ما بدك. يعني انت اللي عم نحكي اللي عم نقوله انه يا دوله الرئيس، انت برمت وحكيت مع فخامه الرئيس وعملت يعني المسار اللي انعمل. انا مع انه في بعض عم يحكي انه التأليف قبل التكليف او كذا، طالما انا اكيد انه من حكى انه بطلب انه مين اذا بتريدوا الرئيس الحريري مرشح نتمنى عليكم تسموا لي، هذا سي مسار زلمة متكل انه هو فعلا وانه عنده اكترية، منطلق باكتريته انه الاكثر تمثيلا عند السنة، ومن الطبيعي يقول اني انا اوكي. بس انت المشكل اللي أوصل إنه الرئيس مصطفى أديب يعتذر عن التأليف، شو بدك تعمل فيه؟ طيب بس هيدا إذا أنت جاي استشارات نيابية غير إذا اللي منعطى لمصطفى أديب مع حفظ الألقاب، ما حتقدر حينعطى للرئيس الحريري. هي المعادلة واضحة، يمكن بعتقد هون المشكلة يا عمي. ليش عم نروح ليش عم نحطها إنه بتتصل بفلان أو متصل؟ عم نروح على الاشياء الغير مباشره. اوكي الموضوع المباشر، المباشر هيدا هو. طيب بس خلينا كمان اذا بدنا نحكي بالموضوع بالاولويات وترتيبها ودستوريا، ما انت اليوم قبل بتالف قبل ما تكلف بتكلف. ما اول ما بلشنا حديثنا الدستور وجهه نظر بقصه تشكيل الوفد تبع الترسيم، بقصه هلا بنحكي عنه للترسيم. كل 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 واحد شايف الدستور. هيدي حكي لي اياها صديقي وخيي وحبيبي نادر سكر، انه كل واحد عندك طابه، كل واحد شايفها مزويه طابه كل الالوان فيها ومحطوطه هون، وكل واحد انا قاعد هون شايف لون احمر، انت من ميلتك شايف لون اخضر، هيداك شايف لون اصفر، وكل واحد عم يحكي صح، كل واحد عم بيشوف اللون اللي مقابله، بس هي من لون واحد الطابه. طيب اوكي طيب بس هلا اذا انا بدي ارجع للقاعده اللي بدي انطلق منها اليوم، تكليف التأليف بيصير قبل التكليف، بتكلف انت هذا الدستور. عم اقول لك صار طاب الدستور بغض النظر طاب ملونة كل واحد. خليني بلش من الاول، ما انت بتروح الى تكليف فخامة الرئيس او دولة الرئيس اليوم، وبيرجع بيعمل استشارات نيابية غير الملزمة، بيحكي مع الاطراف، بيسألون، بياخذوا وبيعطوا، بيتفقوا على شكل الحكومة وعلى الوزراء، وبروحوا الى في عرف جديد انه الرئيس القوي والقوي والقوي
شو يعني رئيس القوي والقوي؟ صار ما بقى في داعي، صار القوي انا حكما بدون جميلة احد، انا المرشح لرئيس الحكومة. ما اخر شيء لما هو رشح حاله حيطلعوا الكتل على قصر بعده ماشي بعد. يعني اذا بدهم بسموه، اذا بدهم ما بسموه، هيدا اتخطيناها قلنا مرحلة الانقاذ والحالة وحاجة اليوم، الحاجة اللي هي فيها البلد تخطينا، انه قبلنا اوكي ومشينا، بس عم نقول كمل محل ما وقف. طب ما هو عم لك الرئيس المعتزل مصطفى عديب، احكي مع الناس. طيب اوكي، طالما عم تختصر وقت. وعم تعمل اولويات، ما هو ما عم بيقول لا، بس هو عطيه وقته، شو استفدنا؟ خليه يتكلف ويروح شو استفدنا يحكي مع الناس. اذا عملنا تكليف ورجعنا على نفس المراوحه بقصه اللي صارت لكن مع لكن انا ما انت عم ترجع تقول له الف الف قبل ما تكلف، كله مخالف، ما كله مخالف للدستور، ما كله مخالف للدستور. يعني هلا نحن عم نختلف محل المحل انا قبل ولا الدجاجه قبل، هيدا ما هيدا اللي عم نقول انه نحن محل بدنا نحترم الدستور ومحل مسحين الارض بالدستور. طب هني ما حدا اعترض كمان على تكليفه، ما طلع هو واحد عمل المبادره وطلع عمل اللقاء. الضرورات توبيح المحظورات، في وضع استثنائي بالبلد يحتم علينا انه بدنا حكومه باي ثمن، بدنا حكومة بأي ثمن للإنقاذ وليس لمتابعة نفس النهج اللي كان سابقا. إذا بدهم يكملوا بنفس النهج اللي كان موجود سابقا بلا هالحكومة. طب شو حيتغير من هلأ للخميس المقبل انطلاقا من هذا اللي حضرتك عم تتفضل فيه اليوم؟ إذا رئيس عادل الحريري بحسب الأجواء بعد إسا في حكمة لن يعتذر، لن يعتذر. هلأ أنا يعني وأنا أنه هو قال حكما، هو لا أعلن ترشيح وقال حكما أنا يعني مرشح طبيعي ما قال اعلن ترشيحي اذا بده هو ما ترشح، قال انا مرشح طبيعي اوكي فتح الباب، وانا مع انه ما يعتذر، انا مع انه ما يعتذر. طيب شو المطلوب؟ مع انه الاسراع في تحمل المسؤوليات والايمان بمبدا الانقاذ الوطني اللي هو مسؤولية الجميع في ظل الاوضاع الأسوأ من السيئه اللي عم تعيشها الناس. فكروا ما تفكروا بحالكم، فكروا بالناس. طيب نسوا لنا حالكم شوي، طلعوا من الأنانية تبعكم. إذا ما فكروا بحالهم من هلأ لخميس الجاي، شو كيف بينحل المشهد؟ شو المطلوب من الرئيس عادل الحريري وشو المطلوب من الوزير باسيل؟ اللي شرب البحر ما يغص بالسقي. يعني عم تقول للرئيس عادل الحريري طالما أنت عملت كفي هذا الاتصال وعمل هذا الاتصال مع الوزير باسيل، وما ضرورة يعني أنه أنت إذا كانت التجربة منك راضي عنا هذا هو بيعرف منك، ما ضروري تكمل بنفس الاداء اللي كنت مكمل انت وياه فيه واللي انا حكيت عنه بوقته واكثر واحد ضوى وكذا وكل شيء. انا مع انا حكيتها بالسابق برجع يعني التكرار مفيد، انه الانتماء السياسي مش عيب، الانتماء السياسي مش عيب. لا هناك من يخجل بانتمائه السياسي. بكأن لما بيقولوا انه حكومه اختصاصيين وكانه صار للسياسيين كورونا، يمكن في اسم كبير منهم كورونا. لا على اعتبار انه صار في شارع ب 17 تشرين رفض بس اذا بدك هذه الطبقه انه كل السياسية. التيارات السياسيه والاحزاب وكثير من السياسيين نضاف، وكل فريق سياسي جاب لنا اختصاصي نضيف من عنده. ما في قال وليد بيك جنبلاط وقال انه شو بنجيب عن ظهر القمر او من المريخ او رواد فضاء او ملائكة. في ناس هلا مثل تجربه الوزير الصحه حمد حسن او تجربه منال عبد الصمد الوزيره اللي هي كمان بتسياسه، بس انه هاو شو بيشكو؟ طب ليه عم نلتف لك يعني وندور ونلف واخر شيء؟ ما في ناس ما حدا بلبنان ما في حدا ما عنده اذا ما عنده انتماء سياسي عنده هوى سياسي عنده محسوب، هو بيعتبر حاله بيتمثل بهالناس. طيب برايك اليوم موضوع الحكومه هو موضوع شان داخلي لبناني بحت ام انه لا يرتبط؟ اذا لا اكيد لا، عنده ارتباطاته الاقليميه والدوليه، حان الوقت او يعني صار في ضوء اخضر لولاده هذه الحكومه، نعم ام لا؟ يعني اذا بدنا نضل ناطرين ليجي الضوء الاخضر، يعني انا برايي اذا الرئيس الحريري لما اقدم على هاي الخطه، ما بعرف انا اذا رفع الفيتو الامريكاني السعودي عنه ولا من رفع، وانا بتمنى يكون من رفع ويكون اقدم على هاي الخطوه، بيكون اسا عم يعطي مصداقيه اكثر انه هو الرجل عم يتصرف في مسؤوليه. يعني نحن القصه انه نضل ناطرين، الانتظار قاتل ابشع. يعني انت هلا تخيل حالك ابشع شيء هو لما واحد بيكون قاعد ناطر،
الجمود قاتل. برأيك ما قدم التنازل المطلوب منه الرئيس عادل حريري؟ ليه ما في أطراف تانية كمان عم بتلاقيه إلى منتصف الطريق لتقديم تنازلات من أجل تسهيل ولادة هذه الحكومة؟ يعني ليه أنت بدك إياه يروح على التنازل المطلق بالوقت اللي هو شعب عم بقول لك إنه أنا اليوم أنا حطيت إصبعي على الجرح، جمهوري عم ياخذ علي بهذا الموضوع، حطيت إصبعي على الجرح. بعتقد أنا لما بقول ما هو التوجه لكيفية تشكيل الحكومة ومن يسمي الوزراء، هان الموضوع الحقيقي. أوكي. هان الموضوع الحقيقي، حدا جاوبنا على هاي النقطة. وأنا مع أنه إذا هالمرحلة تقتضي وجود وزراء اختصاصيين غير حزبيين بالمباشر أنا ماني ضد، بس أنا مع أنه يتغير النهج، الأداء، تنجيب ناس انضاف الكف، نتفق كلنا من كل حتى القوات اللبنانية اللي عم تقول لا بدها تسمي، ما فيها تهرب من المسؤولية، ما حدا يهرب من المسؤولية، عم نغرق كلنا سوا. ليه عم تشوفوا هروب من المسؤولية لما عم بقلك انه انا غير معني؟ انا ضد الورقة البيضاء. مرت الماضي حطوا سموا نواف سلام، ايه هلأ عم بيقولوا ما حنسمي، يمكن مبادرة حسن نية تجاه الرئيس الحريري، بس هذا هروب من المسؤولية. هلأ انه انا بدي اقول انا ما بقى يا عمي مين جرب لمجرب، ليه مش تسهيل مقرب. ليه مش تسهيل لولادة ما حدا حكي، ما حدا قال هيدا قصة لما قال أينشتاين إنه الغباء أن تعيد التجربة نفسها مرتين بنفس العناصر وتنتظر النتيجة مخالفة. أنا أول من حكي فيها هلأ في إنقاذ في وضع استثنائي، المطلوب من الجميع المشاركة في حكومة. طب سألتك سؤال واضح، يعني لما رئيس سعد الحريري قدم تنازل شو المطلوب من الأفرقاء الآخرين كمان إنه يلاقوا بنفس الطريق؟ شو أي تنازل أو بنص الطريق؟ بس ما عم بيقول له، ما عم بيقول لحدا كيف بده يشكل الحكومة على أي أساس؟ إذا مثل ما كان عم يشكل مصطفى أديب ومن كان خلف مصطفى أديب ما حيمشي الحال. طيب سنسأل شو ما حيمشي الحال، أنا عم أقولها من هون من عندك، إذا بنفس العالية لن تمشي الأمور. طيب في الفترة الفاصلة من هلأ الخميس المقبل أي يعني تحولات قد تطرأ على المشهد؟ شو الخرق اللي بنقدر نروح إلى إنجازه بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام؟ نتابع سياسة اليوم ونصل إلى المحور الأخير مع سعادة النائب المستقل المهندس جهاد الصمد. بدي أرجع رحب فيك سعادة النائب، فيما يتعلق به شو اللي حيتغير من هلأ الخميس المقبل برأيك؟ حيصير في خارق يعني؟ كل ساعة ولا ملايكة؟ كل ساعة ولا ملايكة؟ هينزل هلأ خلال هيدي الفترة نحن اللي هي بدون أمل ما حدا في عيش يعني طبعا. هذا بس ما قالنا الوزير بسير لن يتغير شيء من هلأ لجمعة الجاية، وبعض المصادر كانت عم تنقل عن الوسط أنه هو سيقفل الباب وخلص، بالنهاية إن شاء الله بيصير خير. بس من سيقود؟ يعني التشخيص المشكل كلنا عارفين وين هي المشكلة. مين حيوجه الملائكة؟ ربنا اللي بيوجه الملائكة، مين في غير ربنا؟ نحن إذا بدنا نتكل على بعض، أنا ما بعرف أحكي عن حالي، أنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هلا العناية الإلهية خلت يصير هذا الخرق اليوم بالداخل اللبناني وأنه يطلع رئيس سعد الحريري وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنا إنسان الحمد لله مؤمن. وكمان لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إيه بس نحن من الناس اللي بنقول أنت تشاء وأنا أشاء والله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الله بالنهاية الموجود يعني هو الوحي. المهندس الأكبر لهذا الكون هو مسؤول عنا كلنا. معقول ينزل الوحي اليوم على ما في أنبياء بقى أو ما في وحي، بس نحن عم نحكي بالصورة العامة يعني أنه بالنهاية بنضل متأملين بالله، متوكلين على الله ومثل ما الله بيريد. طيب قلت أنه أنت قلت أنه لا مش راجعين لمعادلة سعد جبران. بعتقد هلا يعني الظروف والواقع اللي عايشينه وحجم المأساة اللي نحن فيها وحجم الدمار اللي نحن فيه، هيدي الطلاق وقع شئنا ام ابينا، بدهم يرجعوا ما بعرف. بس انا ما بقى يتحمل البلد هذا الترف. في معطيات تقول انه في قنوات يعني مبلشه بهذا الاتجاه ولا ما عندك اي؟ انا والله بقول دوله الرئيس بري ما بيستسلم. هيك يعني مش معلومات يخرج بس هذا ارنب هلا في الايام المقبله او حتى هلا في الساعات المقبله بيعرف في الليله الظلماء يعني بدك يفتقد البدر يعني علما انه كمان كان بيان واضح يعني قال انه هو ضد تاجيل استشارات يوم واحد. ما حدا بيأس، نحن تعودنا انه ما في يأس، إرادة الحياة بدها الأقوى، وإن شاء الله بتأمل انه العقلاء والحكماء اللي هن على راسهم قلت دولة الرئيس
وكتير ناس إسه في عندها بتفكر بمصلحة البلد، إن شاء الله يقدروا يعملوا شيء ويحلوا هال. برأيك رجعت أصيبت بانتكاسة المبادرة الفرنسية بعد هذا التأجيل؟ اليوم مصادر يعني المنقولة عن الإليزي إنه إيه إنه كان ما كانوا مبسوطين بهذه. ما عندي معلومات يعني نحن ما يعني يعني المطالب يعني ما اخترع شيء المبادرة الفرنسية، ما اخترعت شيء جديد، ما جابت شيء جديد. كل بأي ناحية؟ البنود اللي انحطت بالورقة. يعني مين اللي مانو مع الإصلاحات، مع إصلاح القضاء؟ مين هو اللي مانو مع موضوع الطاقة والكهرباء؟ مين هو اللي مانو مع محاربة الفساد؟ يعني بنسمع دائما انه اجى هو حطهم بإطار انه هالمبادرة، بس انه ما اخترع البارود، بس انه نحن وحتى يعني قدرت فرنسا يعني على التأثير بالمجتمع الأوروبي هي اللي بتشجع. بس انه امكانيات فرنسا انه شو قادرة يعني انه بيسادر، بعتقد كانت فرنسا واعدة بمساعدات يمكن بشي 750 مليون يورو، بس الى جانب دول العديدة كمان. بس انت عم تحكي ب13 مليار، بين 11 مليار و13 مليار يورو يعني. بس تأثير فرنسا بالاتحاد الأوروبي بأوروبا بس مشان هيك يعني نحن عم نقول هاي فرصة ما لازم نضيعها، خاصة انه نحن في وضع مأساوي. حنتلقف هذه الفرصة؟ المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية تحتم علينا انه نروح على تشكيل حكومة. هذه المسؤولية الأخلاقية والدينية، ولكن اليوم الحسابات الشخصية وكل ما يجري على أرض الواقع حيخلينا كمان نضيع هذه الفرصة. إذا يعني أنا معلومات كل الناس عندها إنه الرئيس الحريري لن يتراجع، بس إذا تراجع رجعنا على معضلة أكبر كمان. رجعنا على معضلة أكبر إنه الأكثرية الحالية بمجلس النواب لن تعيد تجربة الرئيس حسان دياب، لأن المعارضة واضح النتيجة كانت منا وفيا، كانت من جوا ومن برا. بس انه هذا بوضع طبيعي، انه لما ما في مشاكل بالصحة وبالدولار وبالغذاء وبالكذا اوكي بنلعب لعبة الديمقراطية، اكترية بتحكم واقلية بتعارض. بس نحن بزمن صعب وبوضع مأساوي انه اكترية لا حفية تحكم ولا المعارضة حفية تعارض. ما دعا مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي اللي حكي فيها عن حكومة تكنو سياسية، يعني قال انه 14 اختصاصيين مع 6 وزراء سياسيين، برأيك هي الأقرب إلى الواقع؟ يمكن ترجع تركب تركب المعادلة مع الرئيس ميقاتي، يمكن مع الرئيس الحريري أو مع الرئيس ميقاتي، يمكن ترجع تركب وفق يعني شو تسوية جديدة أو تسوية داخلية، نوع من تفاهمات داخلية قد تحدث خلال هذا الأسبوع؟ لا إذا يعني إنه لما الرئيس ميقاتي اقترح هذا معلوماتي، يعني لما اقترح هذا الطرح كان في قبول له عند كتير من الأفريقاء يعني. بس هو ما أخذ القبول إذا بدك من المطرح اللي بده البداية اللي هي نادي رؤساء الأربعة على ما يبدو. هلا هذا تفصيل صار يعني، لان كمان ياخذ الشرعيه كمان بمرحله معينه كان في رضا يعني. يعني اللي بعرفه انا انه كان الرئيس الحريري بده يدعم الرئيس ميقاتي بهذا الطرح. مين اللي كان معترض الرئيس السنيورة؟ مش بدي يكون دقيق، مش كان بده يدعم الرئيس الحريري لا يعني يرشحه ويدعمه. مش ما بدي احكي انه كان داعم المبادرة، ما عندي. بس الرئيس السنيورة عاتبوا كتير للرئيس ميقاتي انه نحن ما عرفنا كيف طلعنا حزب الله من الحكومة، بدك ترجع متدخلنا اياه بحكومة. هيك قال بهذا المنطق؟ هيك وصل لي يعني. يعني رئيس سنيورة كان عم يعمل يعني هون عم تقول شيء انه يمكن بيوضح اكتر انه هي ما كانت عقدة مالية او حكومة مستقلين بقدر ما هي اخراج هذا الطرف. انا زلمة شو سمعت عم بنقول شو سمعت، ناقل الكفر ليس بكافر. انا عم بنقول شو سمعت، بس اللي نقل المعلومة بعتقد امين بنقل المعلومة. بس هذا بيوضح اكثر يمكن، لانه صورت العقده على انها عقده ماليه وعلى انه عقده انه اليوم ثنائي امل حزب الله يريد تعطيل وما بده يسهل، بالوقت اللي لا كان وراء الاكمه ما وراء، بمعنى انه اخراجهم من المعادله السياسيه. انا بموضوع كيفيه تشكيل الحكومه، نحن بظروف استثنائيه وبظروف يعني مأساويه وكارثيه، وفي ميزان التركيبة اللبنانية في إلى ميزان وممنوع المس بهذا الميزان، واللي ما بيعرف
دقة الميزان اللبناني ما يتعاطى بالسياسة بلبنان. اللي ما بيعرف حساسية ما بيعرفه اليوم بالتجربة والممارسة. في ناس كتير الهيئة ما من عارف يعني هالحساسية وهالدقة. يعني الحساسية مش بمعنى يتحسس يعني الحساسية ميزان حساس بيقولوا انه بده ميزان ميزان جوهرجي بده. يعني تركيبة لبنان كتير حساسة. المواضيع حلق منا بطرف انه نقعد نحكي بدنا نعمل المثاليات. اوكي انا المثاليات انه رئيس الحكومة هو بيسمي فريق عمله بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبالتوافق وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية. هذا اذا بدنا نحكي هذا الدستور. دستور بس صرنا من بعد الطائف لهلا متبعين نمط معين محاصصة. هلا بعز دين المأساة انت هلا بدك تيجي تقول لي بدي ارجع انا. طيب يعني عم بتقول انه الشروط اللي كانت تقوم على اساسها الحكومات السابقة بظل الاوضاع اللي كنا عايشينها تختلف عن الظروف اليوم والشروط المطلوبة. مش هلا بس طيب. بس ما هلا بيجي بقول انا اللي انا رئيس حكومة مكلف السنة لحسب العرف الدستوري صار انه رئيس الحكومة هو السنة. انه انا بدي سمي كل الوزراء من كل الطوائف بوقت اللي قبل الطائف وبعد خروج سوريا من لبنان ما حدا. بس هو ما اجى من فراغ اتى يعني ليطرح هذا الموضوع. هو عم بيقول انه كل الاطراف والافرقاء اللي قعدوا بقصر الصنوبر قبلوا بالمبادره الفرنسيه. هو هيك انطلق وقال انه هذه المبادره بتقول حكومه مستقلين. ما بدي ردد يعني انا بكره. بس قلي هون وين الغلط. انا بكره الترديد. انا هل قالت المبادره الفرنسيه انه هو بيسمي كل الوزراء وقال حكومه مستقلين دعا الاحزاب ماشي ماشي ايه بس انه هل قالت انه ما يعني لا بحسب الاجوبه قالت لا هيك. طيب طيب ما دام هيك ليش بخلق انا اذا بصف. انا هيدا الموضوع ما اثير ليه عم بعمل منه مشكله؟ ليش هلا بدي اقعد ارجع يعني يا بدنا نطبق الدستور على طول يا اما صرنا 30 سنه من ال 92 لهلا كل الاعراف اللي كانت بتشكيل الحكومات هلا بهاي الحكومه حكومه الانقاذ الوطني هلا جيت انه فقت يعني فينا نستشف من كل اللي حصل. خلونا ننقذ البلد وبعدين بعدين انا اكثر واحد متصلب وحكون متشدد بموضوع الدستور وممنوع الا نمشي مثل ساعه السيتيزن لا بنقدم ولا بنأخر. حلو. سبب التاجيل برايك هو عدم وضوح رؤيه التاليف لا اكثر ولا اقل. هذا السبب الحقيقي. أوكي. يعني حتى لو رحنا إلى التكليف مبارح وما رحنا إلى تأجيل استشارات كنا حنصطدم مثل ظروف الاعتذار. حنرجع ظروف الاعتذار وكانت حتكون المشكلة أكبر. طيب برأيك حنروح إلى تشكيل لأن ما حدا بالأكثرية اللي موجود حابب يعيد تجربة حكومة الرئيس المستقيل حسين. واضح. طيب برأيك في إمكانية لنروح إلى تشكيل حكومة طالما أن العقدة صارت انه بمطرح تاني هي بشكل الحكومة وتسمية الوزراء؟ ما يعني مطلوب سرعة. مطلوب الاسراع في تشكيل الحكومة. يمكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن هالشي اللي صار يسرع انه يصير تفاهم على كيف وتمشي الامور كلها. اوكي. فيما يتعلق يعني طالما انه البيان الحكومي صار جاهز. اوكي. والشخص موجود. حلوا لنا هاي القصة. يعني رجعنا صدمنا بالعقدة نفسها اللي صدم فيها الرئيس مصطفى أديب. هيدا اللي بنقدر نفهمه. كيف يعني انه هلا انه بدنا نحط انه هلا اذا التيار الوطني الحر مشي وقال انه انا وصارت الاستشارات ومنا متفقين على هاي النقطة شو عملنا؟ رجعنا على التأليف وعلى المراوحة. رجعنا فتنا بنفس الدائرة. وهيدا بيقبل وهيدا ما بيقبل. رجعنا إلى الدائرة المفرغة. إن هبت أمرا فقع فيه. مش عارفين من شو هيبانين يعني بدا يهبون. طيب في حكومه قبل الانتخابات الرئاسيه الامريكيه لان كمان كتير ربط ما بقى بين في هذا وقت التاريخ. في 3 اسابيع فاصله وين صرنا اليوم 15 و15 18 يوم. اوكي. اسبوعين. ما بعرف يعني انا هلا اذا بيتفاهموا على هذا الموضوع على قصه كيفيه التركيب ممكن تصير يعني اذا البيان الحكومي جاهز والرئيس جاهز. المرشح حكما جاهز وحلوا قصة التأليف بعتقد 10-15 يوم يعني نحن والانتخابات الأمريكية. فينا نتفق على تسمية الوزراء وبعدين نرجع نطالب بحصص وبالحقائب ونرجع نروح إلى المعادلات التي كانت وضعت سابقا أو حتى وزارات معينة بده إياها فريق معين يعني كله هيدا قابل. لا 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 لا, لا. أنا بهمني أنه التحقيق الجنائي
لبنان الرقابة الجنائية اللي عم بت يعني من يومين ثلاثة قرينا تقرير انه المصرف لبنان حيوصل ألفاريز انه يعتذر كمان؟ يعني ليه؟ ما عم يعطوهم شيء، ما هو بيعتبر انه هيدي كمان نوع من يعني كمان في شيء اسمه فنحن سيادة. شو هو المذكور سيادة. شو هو المذكور بورقة عين قصر الصنوبر؟ قصة التدقيق الجنائي، قصة الطاقة والكهرباء، أول بند الكهرباء، وأنه الهيئة الناظمة وبدون بدون تعديل بصلاحيات أنه الوزير أنه هو يكون بدون فلسفة، وأنه قصة سلعاتها من أولوية أنه هاو إذا شو عندي مشكل، شو دل عندك مشكل بقى بكل الأشياء، وقصة الإصلاح وقصة استقلالية القضاء وقصة أنه شو دل عنا إذا هذا البيان الوزاري وفي نية حقيقية لأنه التشريعات والقوانين والمحاسبة واستقلالية القضاء أنه شو دل عنا يعني أنه أنا هلأ إذا وزارة الطاقة دلت مع التيار الوطني الحر أو ما دلت معهم بهاي المعطيات أنه الكهرباء بده يصير في كهرباء والهيئة الناظمة بدها تتعين يعني كان تقول مين ما أخذها آخر شيء المهمة بدها تتنفذ هيك عم بتقول يعني مين ما أخذ الوزارة أنه المطالب اللي الناس هي بدها إياها موجودة بالبيان الوزاري فهيدا أنا موضوع بالنسبة لألي لا يجب الوقوف عند التفاصيل لأن صارت العناوين العريضة المحطوطة بتكفي أنه نقلع بحكومة إنقاذ وطن. طيب جولة ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية شو برأيك يعني قد تثمر وخصوصا أنه مبارح سمعنا بحسب يعني مقرينا اليوم أنه كانت راضية الولايات المتحدة الأمريكية عن مسار الترسيم أنا والله ما فيني يعني كجهاد الصمد كمراقب حجمي كمراقب أنا لا أثق بالأمريكي بس ما في لك تقول أنه ما بدي تعاطى معه طبعا أنه الثقة شيء والتعاطي شيء تاني والواقع شيء آخر أنا ما بوصل طب بعيدا عن الثقة اليوم الأمريكي عم بيقول لك أنه أنا كنت راضي عن هذا المسار هل فيها تكون أمريكا هي شريك نزيه أو تكون هي حكم نزيه ما بعرف بعض المعلومات يعني وكانت لافت يمكن معلومة أشار لها الصحافي جوني مناير وقال أنه ستفاجئ الجميع أمريكا لناحية أنه ستسرع إذا بدك بإمكانية الوصول إلى حلول وستكون إلى جانب يعني حقوق لبنان في هذا الإطار نحن في نقطة قوة كتير مهمة بالنسبة للبنان أنه في معاهدة دولية لبنان موقع عليها إسرائيل من الموقع عليها يعني هيدي الاتفاقية لما في قانون دولي يرعى هذا بالرغم من انه في كمان استنسابيه بتطبيق القوانين الدوليه بس انه الموضوع موضوع حق يعني هي حقوق محفوظه بعتقد هلا شريك نزيه هون بقى القصه يعني هلا نحن بهمنا الموضوع انه تحديد ترسيم الحدود البحريه لأن في موضوع النفط والغاز اللي هو من الأمور اللي ممكن إذا تحققت أنه تخلي اللبناني يقول أنه الاقتصاد تبعه ممكن يرجع ينتعش ممكن بس نحن إن كان في نفط أو ما كان في نفط أنه هذا البلد ما بحياته يعني مقومات البلد الحياة اللي الاقتصاد تبعه ما كان يعني سيء يعني كنا نحن بس كل المقومات القوة اللي كانت بالاقتصاد تبعنا كلها عم نفقدها يعني نحن شو كانت قوة لبنان لبنان كانت قوته انه كان الشرق الاوسط ما بدنا نحكي البنك والجامعة والمرفأ والسياحة والمستشفى يعني كلها كل دول الشرق الاوسط المحيطة كلها صار يعني انه صار انه كان الكويتي والاماراتي والسعودي يجي يتعلم هون كان يجي يتحكم هون كان بضاعته تيجي تمرق على مرفق بيروت كلهم صار عندهم مرافق وكذا هذا الدور اللي اقيم وكان الانتشار اللبناني الدياسبورا برا كانت عم تدعم كتير بس لما بتنفقد بينفقد عامل الثقة لما انت بتعبك كله بتروحي بتشتغلي 20 سنة وحاطط طيه عم تستثمريه بالبنوك اللبنانية بتطلبيه ما بتلاقيه صار اللي معه واللي ما معه مثل بعض فهيدا بدنا إعادة بناء الثقة
لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية بالبلد. بس بما يتعلق بمسار ترسيم الحدود يعني، وخصوصا أنه شفنا انتهت الجولة الأولى، بعد كمان يعني البعض اعتبر بأنه كأنه راح هذا الوفد وبين لبنان منقسم أو لا يحظى بالشرعية المطلوبة بعد يعني إصرار فخامة رئيس الجمهورية على إدخال مدنيين ضمن هذا. أنا مع وجهة نظر بيان حركة أمل رئيس الحكومة المستقيل مادة 52 هذا، بس هذا شو ما بيعطي الوفد صفة دستورية، وهذا الموضوع يعني كمان بدنا نكون واضحين انه هذا موضوع تقني بحت يعني، بس ما قال فخامة الرئيس او مصادر بعده قالت انه ما رحنا الى، انا سمعت مصادر عقد كمان اتفاق نحن انه كان في مدير عام قصر الجمهوري وكان في سفير من الخارجية بدهم يشكروا انه بعدين خفض هذا، وانه هذا الوفد قيادة الجيش هي اللي اقترحت هاي الاسماء، ما عدنا عارفين مين اللي اقترح وما عدنا فاهمين انه موضوع تقني في يستعين بمين ما بده، لان لما بيصير في جلسات المفاوضات كل حدا بيحكي نص النقاط الخلافيه تتسجل وبيروح للجلسه اللي بعدها، شفنا هجوم في يستعين بمين ما بده من الخبراء ومن المستشارين، بس نحن رايحين لا رايحين نحكي بنفط ولا رايحين نحكي بغاز، رايحين نحكي بترسيم بأمور حدود تقنيه بحته، هيدي النقطه ولا هي النقطه، هيدا هون الموضوع. طب إلا لم تحصل مفاوضات إذا بضباط لبنانيين لأكثر ولا أقل، لكن في بدنا نفهم هل صحيح قيادة الجيش هي اللي اقترحت الأسماء وهو مطلوب من قيادة الجيش تشكيل وفد تقني، هو اللي شكل الوفد ليه عم تحطها على قيادة الجيش؟ أنا عم قلك شو سمعت من مصادر بالقصر الجمهوري شو عم بيقولوا، لكن ليه طلع بيان عم بحكي على الهواء أنا، حزب من الله حركة أمل كمان، لأن كان في مباحثات وصار حكي إنه هلا إذا بدنا نقول ما في ما كان في حكي، لا كان في حكي وكان في وعود إنه سيكون الوفد تقنيا بحتا، أوكي ما كان في إنه سيتولى الجيش اللبناني بوفد تقني التفاوض في موضوع ترسيم الحدود. ليه كان في يعني شفنا اكثر من صوت طلع وخصوصا عن تيار الوطن الحر كانه عم بيقول انه يعني قبلنا نقعد مع العدو الاسرائيلي، وهيدا انه حتى بالشكل كان في اعتراض وانه هيدا نوع من انواع التطبيع. انا بالنسبه لي تحديد الحدود هو ستبقى فلسطين هلا لحد هلا فلسطين محتله، حتى تكون يعني المحتل هو اسرائيل بس الأرض هي أرض فلسطين، نحن عم نرسم الحدود بيننا وبين فلسطين المحتلة من إسرائيل، ويوما ما بعدني أنا أسعى وأطمح وأحلم أنه حترجع فلسطين لأهلها ولناسها ولشعبها، وحترجع الحدود بين لبنان وفلسطين إن شاء الله. بس أنه هلأ لما نحن عم فقدنا كل مقومات الاقتصاد اللي كانت محرك الاقتصاد تبعنا، في عنا أمل بالنفط وبالغاز اللي عم ينحكي يعني عنهم ضمن الحدود اللبنانية، نحن عم نروح نحط حدود بيننا وبين فلسطين المحتلة. إذا هلأ بدنا نقول ما في اتفاقية تفاهم نيسان وفي الهدنة وفي ميل صحيح، بس فلسطين بعدها محتلة، إذا بجهود العرب هيدي الأيام بجهود العرب هذه الايام شغلتنا طويله، بس لن نفقد الامل. واكثر شيء انا اللي البعض من العرب اللي بيقول نحن تعبنا من الصراع العربي الاسرائيلي وهن باخر الدنيا، يعني لا راح لهم بيوت ولا راح لهم شهداء ولا تهجروا ولا دمرت بيوتهم ولا دفعوا دم، واذا البعض منهم دفع مصاري وهلا بيقول لك تعبنا، يعني الله لا يعطيكم عافية إذا أنتم اللي تعبتوا وإذا أنتم بدكم تضيعوا هالقضية. شكرا لك سعادة النائب المستقل المهندس جهاد الصمد، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، في أمان الله.